جرح القوات الأمنية التي سطرت أقوى الملاحم البطولية للدفاع عن العراق ومقدساته ومطالبتهم بحقوقهم المشروعة هي أبسط ما يقدمه الوطن تجاه سلامتهم التي وهبوها لتراب العراق. خرج اليوم المئات من جرح القوات المسلحة المطالبين بحقوقهم وإنصافهم من قبل الحكومة المحلية والمركزية والتشريعية. اليوم مطالبين هذه الجرحى مطالبين بأبسط حقوقهم هي قطع الأراضي، توطين رواتبهم، الاهتمام بالجرحى ورعايتهم. اليوم للأسف ماكو أي اهتمام بهاي الشريحة اللي ضحت وقدمت في سبيل الوطن. اليوم هاي الشريحة مهملة من قبل الحكومات السابقة والحالية. اليوم لم نرى من أي جهة اهتمام بهذه الشريحة ولا إيصال صوتهم ولا معاناتهم. اليوم خرجوا بهذا الجو الحار مطالبين بحقوقهم القانونية التي أقرها البرلمان ووافقت عليها الحكومة العراقية. اليوم أغلب القوانين مشرعة لكن هناك تعطيل متعمد وغائب. احنا طالعين اليوم هاي اخوانك المقاتلين الأبطال نطالب حقوقنا، حقوقنا وحقوق أطفالنا وعوائلنا. احنا ضحينا لهذا الوطن والجود بالنفس أقصى غاية الجودي. احنا ضحينا وما عدنا نملك شبر واحد، نريد قطع أراضي ونريد الدولة تعطينا حقوقنا ومميزاتنا، حالنا حال البقية. احنا ليش ما مستلمين هاي اخوانك؟ شوف كل اللي فاقد البصر واللي رجله مبتورة واللي ايده وكل شيء ما حصلنا من هاي الدولة. العطف الذي أبداه الكاظمي للقاء بهم والاستماع لمطالبهم خطوة لتلبية حقوقهم المسلوبة تجاه ما يعانوه من تعسف وحاجة ماسة للعيش الكريم، فهم الوجه الحقيقي لشجاعة والإباء تجاه دمائهم التي سالت على أغصان الزيتون. نتمنى من دولة السيد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي المحترم، نتمنى بنظرة حقوق أبناء الجرحى القوات الأمنية بخصوص يعني النقلات، بخصوص حقوقنا المسلوبة، بحقوق القطع الأراضي، عوائل الشهداء والجرحى. اليوم مو بس الشهداء مضحية أو بس الجرحى مضحية، الكل ضحت. نحن مجموعة من جرحى الجيش العراقي خرجنا اليوم بمظاهرة من أجل حقوق مفقودة ومغيبة مبهمة. نطالب السيد رئيس الوزراء المحترم والأب المعنوي والقائد العام للقوات المسلحة بالنظر إلى المطالبات التي سلمناها باليد بالسابق عند زيارتنا لمحافظة كربلاء. نرجو البت بها، نحن أبنائك من ضحينا، من بأجل المعارك دخلنا بعضهم المعارك، لم نمتلك لا قطع أراضي ولا قانون خدمة والتقاعد يحفظ كرامتنا. نرجو النظر بعين الاعتبار لنا كجرحى مضحين. بعد توليه رئاسة مجلس الوزراء الكاظمي يتوعد باحتضان المصابين من القوات الأمنية في محافظة كربلاء المقدسة بإعطائهم حقوقهم المسلوبة. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.